وإسهاما في التخفيف على المستشفيات والمراكز الصحية، نصبت مؤسسة صالح بالتعاون مع مجمع الشهيد عبد القادر هلال خياما طبية لاستقبال مرضى الكوليرا في أمانة العاصمة. ارتفاع محصلة مرضى الكوليرا وازدحام المستشفيات تسبب في معاناة كثيرة، ما استدعى مؤسسة صالح بالتعاون مع مجمع الشهيد عبد القادر هلال لإقامة مشروع متكامل للرعاية الصحية بتوفير خيام ومرافق صحية للمرضى. تقوم مؤسسة صالح الآن بإعداد خيمتي بسعة حوالي 12 سرير، بالإضافة إلى دورتين للمياه جاهزتي سيتم تركيبهما في حوش المجمع في فناء المجمع، بحيث أن المجمع مجمع الشهيد عبد القادر هلال يستطيع استقبال حالات الإسهالات المائية الكوليرا بعيدا كل البعد عن الخدمات الطبية الأخرى. مؤسسة صالح ستواصل توزيع الخيام على عدد من المرافق الصحية في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات التي انتشر فيها الوباء. تنصيب الخيام وتجهيزها بجميع المستلزمات يخفف من ازدحام المستشفيات والتي شملت أكثر من 12 سريرا وعددا من المرافق الصحية المتنقلة والمستلزمات الوقائية المعقمة التي تساعد على الحد من انتشار الوباء. حسين العودي، اليمن اليوم، صنعاء.